قال لوكا البشير: قال واحد من الجمع ليسوع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فقال له: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا ومقسما؟ ثم قال لهم: احذروا وتحفظوا من كل طمع، لأنه مهما كسر غنى الإنسان فحياته ليست من مقتنياته. وقال لهم هذا المثل: رجل غني أغلت له أرضه، فراح يفكر في نفسه قائلا: ماذا أفعل وليس لدي ما أخزن فيه غلاتي؟ ثم قال: سأفعل هذا، أهدم أهرائي وأبني أكبر منها وأخزن فيها كل حنطة وخيراتي وأكل لنفسي. يا نفسي، لك خيرات كثيرة مدخرة لسنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا جاهل، في هذه الليلة تطلب منك نفسك، وما أعددته لمن يكون. هكذا هي حال من يدخر لنفسه ولا يغتني لله. حقا والأمان لجميعكم. يا جاهل، في هذه الليلة تطلب منك نفسك، وما أعددته لمن يكون. هالمثل مثل الغني الجاهل عم بيضولنا على شو هو الغنى الحقيقي، وبالتالي شو هو الموقف يلي لازم على الإنسان إنه ياخده تجاه خيرات هالعالم. ببداية الإنجيل يسوع رفض إنه يتدخل بالشؤون الدنيوية: من جعلني قاضيا ومقسما. لأنه الطمع بالحياة الزمنية بينسي الإنسان حياته الأبدية، كما لو كانت حياته بتقوم على الأكل والشرب والتنعم والبحبوحة. ولكن بالواقع انتهت حياة هالرجل الغني وصار عم بيتكلم مع ذاته، قال في نفسه، واستسلم وما عاد يستثمر بأي شيء. بالنسبة إله توقف الزمن، ما عاد بقى في حياة أو في حركة. عم بيقلنا بهالمثل إنه المال ما بيضمن سعادة الإنسان، ولا بيعطيه الحياة الطويلة، ولا العيش الرغيد، والعيش كل إنسان كيف بيفكر على الطريقة الدنيوية. من الجهل إنه يعتقد الإنسان بكثرة ماله بيوفر سعادته الأرضية والحياة المديدة والطويلة، لأنه الموت لح يجي حتماً، وبعد الموت لح يواجه وجه ربه والدينوني. فإذا خير للإنسان إنه يكون غني بعيني الرب بأعماله الصالحة، من إنه يكون غني على الأرض وفقير في السماء. لأنه الفقر السماوي لما الإنسان بيفتقر بملكوت الله، بيكون عايش الانطواء، الانزواء على نفسه بالاستسلام لأنانيته يلي بترفض خدمة الله والآخرين. ويلي بيستسلم أو بيسلم ذاته لمتطلبات حياة الملكوت بيدلوا حر، بيدل عنده عطش روحي للغنى الروحي يلي بيلازمه كل حياته. الغنى مش خير بحد ذاته ولا يحسب شر، إنما طريقة التعاطي وتوجيهه فيني أنا غناي حوله أو للخير أو لا سمح الله حوله للشر. إذا استخدمنا هالخير بالعطاء والغنى في العطاء، بيرجع علي بالخير للإنسان اللي عم بعيش وتقاسم معه الخيرات. وهيك
ما بكون عم بعيش الطمع ولا الشر إلو مكان بحياتي وبغناي. الإنجيل اليوم عم بدعينا نكون أغنياء بالله، مهما كان لكل واحد عنده من ثروات حياته مش من أمواله، ما حدا في زيادة حياته ولو مقدار زراع واحد. نحن خلقنا للسماء مش لمقتنيات الأرض، وعم نعيش فترة على هالأرض تنرجع إلى موطننا إلى الملكوت الأبدي. نحن الأرض بالنسبة لإلنا ممر وليست مقر. ما بدنا نكون أغبياء بتفكيرنا وبأعمالنا ونعيش بحساب هالعالم كأنه باقيين إلى أبد الأبدين ودهر الدهرين على الأرض. ما في يكون عم بعيش الجهل. قال له يا جاهل يا غبي، ما تكون غبي، كون غني، استبدل هالكلمة، كون غني بالله وعيش لالله، لأنه إجا الوقت تنوقف هالصراع بالارتباك يلي نحن منعيشه بحياتنا، تنرتب حياتنا الزمنية. حتى إذا بدي فكر بالأمور الدنيوية في كتير ملبكين بهالأمور، بالطمع والطموح الزائد تحت غطاء الشطارة والتعب والكد، ولكن بينك وبين نفسك في ربك إيشك وبيعرفك. بدنا نسعى ونتعب ونجاهد مشان غذاء أرواحنا نكون أغنياء بالله وفقراء في الأرض، تنحاول إنه نشبع أرواحنا بكلمة الله وبالصلاة وبعيش كل وسائط النعمة وعمل المحبة بين الناس، وكل هذه الأمور الباقية تزاد لكم. ما نعيش القلق، خلونا نعيش الإيمان والرجاء. عنا بي بالسماء بيعرف حاجاتنا أكثر ما منعرف ذاتنا، وحاجاتنا الأساسية إنه نكون أبناء ملكوته. ربنا وعدنا بالملكوت مش تيكون فارغ الملكوت، بحاجة لكل واحد منا بملكوته. يلي إيماتي صغيرة، صلاة صغيرة، عايش نعمة روحية صغيرة، إلك مكانك بملكوت الله. أنت ابن الملكوت، عيش هيدا الطموح، عيش هيدا التوجه. يسوع عم بيوجهنا للحياة الأبدية، وبيوجه كل إنسان يلي بيطلبه وبيطلب نعمه وبيطلب خلاص نفسه. من هون ختاما، علينا نكون مسيحيين حكماء، نصغي لكلام الرب ولنصائح الرب يسوع ونعيش فيها، وهيك بتكون خيراتنا كتيرة وعم بتفيد. خلونا اليوم اخوتي نصلي سوا ونشكر بين السماوي ونطلب منه الحكمة إنه ما نحط اتكالنا على خيرات الأرض مهما كانت وافرة، بل نحط اتكالنا عليه تنعمل على تمجيد اسمه القدوس وبلوغ السعادة الأبدية يلي خلقنا لأجله على هالأرض، تنكون ملح الأرض ونور العالم. تكفيك نعمتي. آمين.